مشاوي أرانب سمان وتونة على الطرقات تذبح وتطهى في ظروف غير صحية، ظاهرة تستفحل مع اقتراب موسم الاصطياف وزيادة تنقل العائلات على الطرق السريعة، حيث يتم شواء مختلف الحيوانات والدواجن من أرانب وسمان ودجاج وحتى لحم التونة التي تذبح في عين المكان وتطهى في ظروف صحية غير مواتية، حيث توضع في أقفاص تحت أشعة الشمس على حواف الطرق السريعة. والإشكال المطروح في الظاهرة التي تبدو عادية في حال كانت ظروف الذبح والتنظيف والشواء صحية، ولكن في غياب المياه أو قلتها تصبح الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك الجزائري، فالمستهلك يجهل حتى نوع الوقود المستعمل في الشواء، حيث يتسبب تقريب المسافة بين اللحوم ومصدر الحرارة في تكوين المركبات الضارة على سطح اللحم. ومع ذلك تشهد الظاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين الباحثين عن متعة مختلفة، فالمتنقل عبر طول الطريق الوطني الرابط بين ولاية الجزائر وتيبازا بالخصوص في منطقة دواودة البحرية وفوكا يلاحظ انتشارا كبيرا لطاولة الشواء، مع توقف في سيارة عائلية تحمل ترقيم مختلف الولايات. وفي ظل انتشار هذه الظاهرة يبقى تنظيف الأدوات المستخدمة للشواء قبل استعمالها مع الإكثار من تناول الخضروات والمواد الغنية بالمركبات المضادة للأكسدة الحل الأمثل للتقليل من أثار هذه المواد على جسم المستهلك. وأنت ما رأيك في هذه الظاهرة؟